السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الكاميرا اللي مزيانه فيها مواصفات واعرين والثمن ديالها راه ثمن مزيان. كاميرا فيها دي زوبسيون اللي مزيانين اللي هي نيكون دي 5500. تشوفوا الديزاين ديالها كيفاش دايره الكاميرا شنو فيها وندوزوا للمواصفات اللي فيها وتعرفوا الثمن اللي غيعجبكم ان شاء الله. الكاميرا ديالنا هي هذه نيكون دي 5500، ها هو السيري ديالها نيكون دي 5500. اول حاجه كنلقاو ان بورت الكارت ميموار فيها في الجنب، فيها بورت لاش تي مي في الجنب، وحتى الحله ديال هاد لي بورت ساهله بزاف، ساهله بزاف. وكندوزو للبلاصه الاخرى كنلقاو ان الكاميرا فيها بورت ديال الكابل، البورت لا في اوت، الميكروفون، تيليكوموند، واحد الحاجه اللي زوينه وي في. الكاميرا فيها لوبسيون ديال الوي في. الوي في فاش كيعاونك انك تقدر ترونسفيري ليماج ديالك البيسي، لي بوطون ديالها، لي مود كيفاش كيتبدلو، ليكرون ديالها كبيره. شوفوا ليكرون ديالها قداش، ليكرون ديالها كبيره، وليكرون ديالها راه تاكتيل كيف ما كتشوفوا، تاكتيل. الكاميرا تقدر انك تحكم بها باللمس، تاكتيل. ليكرون ديالها تقلب 360، كنت بغيتي تصور راسك كتقدر تقلبها، بغيتي تصور هكا كيما بغيتي تقدر تقلب ليكرون ديالك فيما بغيتي. الكاميرا دو ديزاين ديالها شده صغيره في الحجم ومحكومه كيف ما كتشوفوا. لوبجيكتيف ديالها لا شونجابل، كتخدم الاب الكروب فريم ديال لي زوبجيكتيف ديال نيكون اللي موجودين في السوق. الكاميرا ديالنا حتى ملي كتبدل خفيفه بزاف، ملي كتبدل الايزو شاتر سبيد والليفرتير. الكاميرا كتجينا ب 24 ميجا بيكسل فاصله 2، في فيديو كتقدر تصور لينا 1080 اللي هو الفول اتش دي، كتقدر توصل لينا حتى 60 اطار في الثانيه. هذه الكاميرا بالنسبه للايزو فيها من 112800 وقدر يطلع حتى 25600. لي بون فوكيس فيها 39 بون فوكيس. لي كولور ديالها نيكون خطير، واعر. لي كولور ديال نيكون كيفما كتعرفوا واعر، خصوصا الناس كيديروا لا فوتو كيلقى فيها واحد لي كولور شارب زوينين، كتعطي واحد الجوده زوينه بزاف. فيها فيزور ديالها هنا تقدر تشوف، تقدر تصور راسك. هذه معلومه بالنسبه للناس، لو كنتي كتشوف ليكرون كتصور كتكون عندك ليكرون ديما كتبقى شاعله، كتكون عندك هذا مود لوك باش كتقلب، كتكون عندك ان الباتري كتكون كيتكونسوم بزاف. انا من الاحسن انك تجي تصور بزاف تحيد هذا المود، دير هكا الالفي وتصور بعينك، احسن ليك تخلي لا باتري انها تصبر معك اكثر، حيت باش كتكون كتصور لايف كتكون كتكونسومي لا باتري ديال الكاميرا ديالك بزاف. الكاميرا كما قلنا راه فيها الويفي، تقدر تخدم مع التليفون ديالك، دوز لي فوتو بلا كابل بلا والو. وبالنسبه للموني ديالها حتى هي باش تحرك بها، تحرك فيها راه ساهله الخدمه ديالك كما كتشوفوا. الموني ساهله بزاف، توش كنترول اوف، نحيدنا التاكتيل، كتقدر انك تسهل فاش تحرك. الفوكس ديالها زوين، فهمو الفوكس ديالها كما كتشوفوا، كتبرك تقدر تبرك على لوبجيكتيف اللي بغيتي مثلا، هي كتكلف التصويره وكتشد داك لوطو فوكس اللي مزيان. هذه خاصيه كتكون في المود لايف اللي كنتي كتصور، كيكون الفوكس ديالك مضبوط اكثر من العين. الناس اللي اماتور من الناس اللي بروفيسيونيل كيصوروا بعينيهم بدون مشكل. الكاميرا لي زوبجي موجودين، الثمن مناسب 4200 درهم. انا كنظن احسن كاميرا بالنسبه تاخذ لا فوتو 4200، راه هي 5200 نيكون. كتلقى فيها مواصفات زوينين، ثمن مناسب، وبزاف الحوايج اللي غيعجبوك فيها. كاميرا زوينه. السلام عليكم، نتشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد.